تبحث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شيع السوداني وفي مستهل المحادثات أعرب رئيس الوزراء العراقية عن أخلص التهاني بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر المنصرم وتطلعه إلى تنفيذ مخرجاتها الهامة خدمة للعمل العربي المشترك والقضايا الجوهرية للعالم العربي وقد شكلت المحادثات فرصة لطرفين من أجل التنويه بروابط التضامن والأخوة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتاكيد على ارادتهم المشتركه في تعزيز العلاقات الثنائيه في شتى المجالات لا سيما عن طريق تنشيط اليات التعاون الثنائي وعلى راسها اللجنه المشتركه للتعاون وقد جرى لقاء بحضور وزير الصناعه احمد زغدار ووزير التجاره وترقيه الصادرات كمال رزيك.